يا مرحبا، مرحبتين. كيف الحال؟ الحمد لله، كيف حالك؟ تمام أنت؟ تمام كيف الأمور؟ الحمد لله بخير، كله تمام؟ كله جيد، ما فيش مشكلة؟ ما فيش مشكلة أبدا يمن أبدا. تمام؟ يمن تمام، نعم. يمن ما بطال يعني، زي مبسوط، زي يقولون، أنا؟ أنت مبسوط؟ نعم، تعبان شوي بس معلش. جدا ما فيش. ما اسمك؟ أنا اسمي أوستن. أوستن. وأوستن اسم جميل يعني. شكرا. نعم، اسم الكثير من العلماء في الإفريقيين الأمريكيين عندهم هذا الاسم أوستن. نعم عن جد؟ نعم أوستن اه أول اسم أو في نهاية. ومن أي الولايات أنت يا أوستن؟ انا من ولاية جورجيا. أو من ولاية جورجيا، أتلانتا جورجيا. نعم، من مدينة أتلانتا. أو نعم. من مدينة أتلانتا، مدينة الجمال والفن والموسيقى. ممتاز ممتاز. وماذا تفعل هنا في اليمن؟ أنا أدرس اللغة العربية هنا. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بيك. جميل جميل جميل. وأنت من جامعة جورجيا في أتلانتا؟ جامعة جورجيا ستيت يونيفرسيتي. نعم نعم، جامعة كبيرة يعني. نعم. نعم. وفيه قسم اللغة العربية في الجامعة؟ لا، ليس عندنا قسم اللغة العربية، ولكن عندنا قسم دراسات الشرق الشرق الأوسط، الأوسط. و نعم. الأساتذة اللغة العربية يوجدون في هذا القسم. في هذا القسم. نعم. ممتاز ممتاز ممتاز، جميل جميل. زمان كان عندي زميل هناك، أستاذ كوامي. نعم. نعم. هو ما هو موجود؟ لا هو لا ما راح. موجود. نعم، هو كان رئيس قسم اللغة العربية والمنسق. قسم اللغة العربية؟ ليس لا قسم، أعتقد. لكن المنهج العربي، نعم البرنامج نعم العربي. نعم 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 نعم، لكن هو راح حسب ما فيش، هو ما موجود الآن. هو مش موجود، جميل. لا يوجد، عفوا. وأنت ماذا فيما تتخصص؟ ماذا تدرس هناك في الجامعة؟ التخصص بالتاريخ. في التاريخ؟ نعم. أي تاريخ؟ تاريخ بشكل عام للأسف الشديد. لا، هل عندك، نعم جميل جميل، هل عندك اهتمامات خاصة ناحية تاريخية؟ اهتمامات خاصة بالنسبة للتاريخ؟ أنا أهتم بتاريخ أمريكا، والآن بسبب دراستي اللغة العربية أهتم أكثر بتاريخ الشرق الأوسط وخاصة الشام. الشام، بلاد نعم الشام. هذا نعم جميل، موضوع جميل 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 جميل. وتفكر في أن تتابع الدراسات البحثية عن الشام، أرض الشام، عن بلاد الشام؟ لا أعرف، أريد أن أتخرج أولا وبعد ذلك سأختار شيء ثاني. جميل 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 جميل. وحدثني عن الحياة الجامعية في جورجيا ستيت. الحياة الجامعية، نعم، ماذا تريد أن تعرف عنها؟ الحياة داخل الجامعة، حياة الطلاب داخل حياة الجامعة. الطلاب أعتقد أنها جميلة ومتميزة بين جامعات أمريكا، لأن كيف أشرح لك؟ لأن بين طلابنا تنوع كبير، في طلاب من عدة البلدان في العالم، فهذا الشيء يكون جو جميل في جامعتنا. جو من الفن والموسيقى. ممكن. نعم نعم، وهذا جميل يعني، جميل جميل، ممتاز ممتاز. وكم عدد الطلاب في الجامعة؟ حول 30,000. 30,000، نعم كبيرة. نعم. وعندكم فريق جيد في كرة الفوتبول الأمريكي هذا؟ لا 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 لا، ما عندنا فريق. لا لا، ما في أي فريق في ال عندنا فريق كرة السلة كرة السلة ورياضات أخرى، ولكن ما عندكم فريق في الفوتبول؟ لا. جورجيا، ربما جورجيا تك إذن. نعم ممكن. نعم نعم، جيد جيد. وخلي نرجع إلى الحياة الجامعية. قلت أن التنوع من حيث خلفيات الطلاب، ومن حيث العدد الكبير من الطلاب الذين يشاركون في النشاطات، هذا يجعل جو الجامعي جوا عنيقا متميزا. نعم. ماذا تقصد؟ ماذا أقصد؟ أنا أقصد بأنه يكون جو جميل من ناحية أنك تستطيع أن
تجرب أو ترى وجهات النظر مختلفة عن العادة، مختلفة عن ما أعرف العادي في أمريكا مثلاً. ممكن أستطيع هذا القول. وأخاف، هل هذا يلعب سلباً على الجانب الأكاديمي؟ لا 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 أبداً أبداً أبداً، هذا الشيء يضيف إلى القوة الأكاديمية عندنا أعتقد. ماذا؟ كيف؟ كيف؟ لأننا بشكل عام أقصد لأننا لا نبقى في نقطة معينة. نستطيع أن مثل ما قلت من قبل أن نجرب أو نتفاعل مع وجهات النظر المختلفة، وهذا الشيء يؤدي إلى إيش؟ هذا الشيء يقلل الفرص للتجمد الفكري. جيد جيد، فكرة جميلة. وبعضهم يقولون مثلا أن دائما حين يكسر هذا النوع من التنوع ويكسر ويأخذ الجانب الفني ما أخذه الحياة الأكاديمية ويأخذ الجانب الطلابي الموسيقي الليلواتي كما يقولون ما أخذه دائما تتم على حساب التحصيل العلمي الأكاديمي، وعليه دائما يفضلون الجامعات الأصغر حجما والأكثر تجانسا من حيث النوع العرقي ومن حيث الطبقة الاقتصادية، لأن من هنا يتمكن الطلاب من أن يركزوا على الحصيلة الأكاديمية. صح، ولا لا أعارض هذا القول بالذات، ولكن يعني وكمان أنا لا أنفي أن توجد سلبيات وإيجابيات من هذه الناحية. وأنت تنظر فقط إلى الإيجابيات ولا تنظر إلى السلبيات. أحاول. جيد جيد، كلام جميل جميل. وأنت الآن يا مثلا أنت إفريقي أمريكي، نعم؟ نعم. ماذا 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 نقصد في إفريقي أمريكي؟ ماذا نقصد بإفريقي أمريكي؟ أعتقد أن عندما نستخدم هذا المصطلح أو عندما يستخدم كثير من الناس هذا المصطلح، هم هذا المصطلح يتداعى تاريخ الأشخاص الذين الذين استوردوا أجدادهم إلى أمريكا بشكل عبيد. مثلي هل ينطبق عليه اسم إفريقي أمريكي؟ أنا بصراحة أنا عارف وبصراحة أعتقد أن من وجهة نظري، لا مش من وجهة نظري، ولكن هذا تحدي التسمية. لأن أعتقد أن بالنسبة لك من الممكن أن نستخدم مصطلح أكثر تعيينا بالنسبة إلى نسلك. مثلا أنت من أي بلد؟ أنا من السنغال أصلا، نعم. ومن الممكن أن نقول أنك عفوا سنغالي أمريكي أو أمريكي سنغالي، ولا أمريكي أفريقي أمريكي. لا أوافق على أن يسلب أن يأخذ الناس مني هويتي الإفريقية. نعم. قلت أنا لا أوافق من أن يأخذ الناس عني لا أقصد هويتي هذا. الإفريقية. لا أقصد هذا، ولكن أنا أقصد أن بالنسبة إلى الأفريقيين الأمريكيين نستخدم هذه المصطلح اعتراف بأن من المستحيل أن نعرف الأصل بالذات بشكل معين. نعم. وهذا ما أقصده. وكان عندي زميل دكتور هو لا يريد كلمة إفريقي أمريكي، ويقول لا أنا أمريكي أنا ما إفريقي، ويقول أنت إفريقي لكن أنا لست إفريقي أنا أمريكي. نعم. ونوعا ما
يعني هذا المفهوم صحيح نوعا ما أو فيما أعتقد. هنا يقول لماذا جون كان زميلا آخر يدرس التاريخ وهو أمريكي أبيض أقصد من أصل أوروبي، قال لماذا لا تقولون لجون أوروبي أمريكي وتسمونني إفريقي أمريكي؟ إذن أنا أمريكي ولست إفريقي أمريكي. هذا سؤال جيد. نعم. وأنا لا أعرف الجواب بصراحة. لا أعرف الجواب لهذا السؤال. يعني هو يقول لا يريد أن يدعى بإفريقي أمريكي. هو نعم. بس أمريكي. نعم. نعم. هل عندك تعليق هذا الموضوع؟ أستطيع الفهم لوجهة النظر. ولكن لا أعرف يعني ما عندي أي رأي خاص بهذا التسمية، لأنني أعتقد أن في النهاية تسمية ليست مهمة. ما المهم؟ المهم كيف ننظر إلى أنفسنا. فهذا الشيء يفوق الأسماء أعتقد. وفي الفلسفة يقولون أن لأن الأسامي الأسماء لا تأتي صدفة، هي من منتجات البيئة الاجتماعية. نعم. بيئتنا. مما يعني أيضا أن للأسامي مستحقات ومعاني لا تتجرد عنها. مثلا الإفريقي، وأنت شرحت الإفريقي الأمريكي من ناحية منطقية. نعم. أن هناك جذور تاريخية. نعم. تبرر على تسمية إفريقي. صح. وتبرر على تسمية أمريكي. صحيح. وهناك علاقة ترابطية بين الشيئين، ونفس الشيء في كل الأسماء وفي كل المصطلحات أيضا هناك نوع من المصداقية لها. وأظن يعني من الصواب بمكان أن لا ننفيها. جيد يا أخي. وأنت الآن حين تتخرج متخصصا في التاريخ، هل لك يعني رؤى مستقبلية بالنسبة إلى ما؟ إلى أي شيء؟ إلى أي شيء؟ نعم. ممكن. ما الإسهام الذي تريد أن تقدمه إلى المجتمع؟ هذا سؤال كبير. لازم أفكر أكثر في هذا الموضوع. ما أنا لست مستعدا لإجابة هذا السؤال. وهل عندك زملاء وأصدقاء؟ طبعا. من هو صديقك المفضل أو أقرب صديق أو صديقة بالنسبة إليك؟ أقرب صديق عندي صديقة اسمها يارا، وهي صديقتي المفضلة. كيف هي؟ من أي ناحية؟ من الناحية التي يريحك الحديث عنها. طيب. هي لأننا في الأخير كبني آدم دائما مترابطين. نعم. يقول الناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. هناك علاقة ترابطية بيننا. فأستطيع الناحية الإنسانية إذا خلينا نتحدث منها. طيب. فأستطيع أقول أنها لطيفة جدا، وأهم شيء أنها صريحة جدا، فأستطيع أن أثق بكلامها وأستطيع أن أصارح لها بلا خوف. هذا جميل. وهذا الذي لا يوجد. نعم موافق. نعم. عليك. نعم هذا جميل. والنبي يقول فلما صار ود الناس خب جزيت الابتسام على ابتسامي وأصبحت أشك في كل من أراه لعلمي أنه بعض الأنام. جميل. نعم. وأنت صديقتك هذه يعني مستثنات، يعني ليس من ضمن. هذا جميل. وهي طالبة في الجامعة؟ نعم. في نفس القسم؟ لا هي
هي تدرس في جامعة أخرى. تدرس في جامعة أخرى. لكم مدة وأنت تعرفها للعلاقة؟ منذ واحد اثنين أربعة. حوالي 5 سنوات. 5 سنوات جيد جيد. وعلاقة جيدة يعني. نعم نعم جيدة جدا. وعلاقة عاطفية أيضا بينكم. ماذا تقصد بين لا 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 بس عاطفية بمعناها الرومانسية والله؟ نعم ربما. لا لا, لا. جيد جيد. ومثلا هنا أنا جيت مثلا في اليمن مثلا لا تجد مثل هذه العلاقات بين الرجل والمرأة على أساس أنه لا حاجة لمثل هذه العلاقات بين الرجل والمرأة. فالعلاقة دائما بين الرجل والمرأة إما عاطفية أو أن هناك علاقة أسرية. علاقة أسرية حكيت؟ معناها أن هناك ترابط أسري. لا لن أسمع فقط. هناك ترابط أسري. نعم. بين الشخص بين الشخصين. طيب. نعم. وما رأيك مثلا بهذا الشيء من الثقافة اليمنية؟ نعم الثقافة اليمنية أو العربية بصفة عامة أو الإسلامية ربما إسلامي بصفة عامة عربية بصفة خاصة. نعم. أعتقد أن معناه علاقة الرجل بالمرأة ليست مطلقة. نعم صح. أعتقد أن هذا الشيء لا أعرف لا أحبه كثيرا لأن أعتقد أن لا أي شيء لا تحب هذا الأمريكي أو الشيء العربي الشيء العربي لأن أعتقد أنه يمثل عدم الاعتراف ب بكافية إنسانية الأنثى. فحسب. ماذا تعني؟ أنا أعاني بذلك أننا نستطيع أن نتفاعل مع أخواتنا لازم أفكر قليلا لو سمحت لأن هذا هذا أمر صعب. أعتقد أننا نستطيع أن نتفاعل مع أخواتنا بشكل غير أسري أو غير عاطفي اعتراف بإسهامهن واعتراف بإنسانيتهن واعتراف بإمكانيتهم ليصبحنا صادقات ذات ال ما بعرف لو نعم لا فكرة موضوع جيد يعني موضوع جيد موضوع جيد ولكن هناك أيضا أظن مفهوم إسلامي من حيث القول بأن مثلا لا يخلون أحدكم بأنثى إلا كان الشيطان ثالثهما. لو جئت غالبا بالفكرة التي جئت بها بأنه ممكن تكون علاقة إنسانية بحتة وليست جنسية ولا أي شيء آخر. قد يأتيك الشخص بهذا المفهوم الديني مثلا. والناس كمسلمين دائما يقولون معنا هذا الدين إذا لابد أن نأخذ به. ما عيد الجملة من فترة؟ مثلا لما عندما تقول أنه من الناحية الدينية. نعم. هذا غير جائز. طيب. نعم لا يليق. نعم. أي تعليق على هذا؟ لا أريد أن أعلق على ديانة الناس بس أنا شخصيا لا أؤمن بهذا. جيد جيد. هل أنت متدين؟ مشكلة لا بصراحة لا. نعم نعم جميل جميل يا أخي جميل جميل. عمل جميل. وأسرتك هل هي أسرة كبيرة أو صغيرة؟ صغيرة نوعا ما. صغيرة. نعم. من هم الموجودين في الأسرة؟ أمي وأبي وأخي وكلبتي فقط. ممتاز ممتاز. وهي ساكنة في جورجيا؟ نعم نعم كلهم جورجيا. نعم. دائما الناس يقولون الحياة في الجنوب أحسن منها من الحياة في الشمال. وأنت في الجنوب يعني في الولايات الجنوبية. نعم. أحسن منها من الولايات الشمالية. أنت زرت الولايات الشمالية؟ نعم كنت أسكن في ولاية
شمالية. هذا جيد، ممكن أن تحسم هذا الموضوع. عندما كنت طفلا كنت أسكن في ولاية ميشيغان، فأحببتها. أحببت ميشيغان. نعم. أنا كنت من أوهايو، لا نريد الميشيغانية. وأيضا أنا أزور ولاية ميزوري كثيرا، لأن عندنا عائلة أبي وعائلة أمي هناك. كيف تقارن بين الشمال والجنوب؟ كيف أقارن بين بصراحة؟ طيب أحصل الصراحة، أعتقد أن الجنوب المنطقة الأكثر قباء في أمريكا. الأكثر ماذا؟ يعني نعم. الأكثر يعني المنطقة الأغباء. أكثر غباء. نعم، أكثر غباء مثل ما قلت. مثل ما قلت. وأكثر محافظة وأكثر تخلفا. و لا أعرف، ممكن أنني زعلان هذا الصباح. لا أعرف. لا، لست وحدك الذي يقول هذا، قد قيل ويقال حتى الآن. نعم، لكن ماذا يقصدون؟ ماذا يقصدون؟ نعم. هذا تعبيرات غير واضحة والله. نعم، بس أنظر إلى ما أنه مصطلح أو تعبير، هل هناك مبررات لها؟ مبررات لل لهذا الافتراضات عن الجنوب؟ نعم نعم أعتقد. أمثلة لك؟ أمثلة. إن جاءكم بنبأ فتبينوا، نريد أن نتبين. طيب. ولكن دائما تسألني أسئلة التي تقتضي كثير من التفكير. فهذا هو المشكلة. نعم. تبرير أمثلة بنفس. لا جيد، خير. هل ممكن أنت تقارن بين مدينة قارن لنا بين صنعاء وجورجيا؟ صنعاء وجورجيا؟ نعم. لا يحتاج إلى تفكير أيضا. طيب، لا صنعاء يعني من ناحية ثقافية ولا أي ناحية؟ أي شيء. صنعاء أكثر وسخاً. أولاً، وأكثر طبعاً محافظة مثل ما قلت، مقارنة بين الجنوب والشمال في في الولايات المتحدة بالذات. صنعاء، ماذا أقول عن صنعاء؟ هي أعتقد أنها أكبر من مدينتي أتلانتا. أقصد وماذا كمان؟ اسألني سؤال. معين. من ناحية النساء. من ناحية النساء. وبالطبع لدى النساء في جورجيا حرية أكثر. حرية إيش؟ حركة ممكن أقول. حرية التعبير عن أنفسهم، حرية الحرية اللي يقرر أن مصيرهم بالخاص. أعتقد ممتاز. ومن ناحية الشوارع، مدن الشوارع. الشوارع هون أكثر ضيقا ووسخا مثل ما قلت، وغير منظمة. ومعقدة. مزعجا. من حيث الناس عموما. من حيث الناس؟ نعم. ماذا تقصد بذلك؟ الأفراد، أشخاص. من حيث الرجال. الرجال في جورجيا والرجال في صنعاء. بصراحة لم أتفاعل
كثيرا مع صناعة مع أهل مع أهل صنعاء حتى الآن للأسف الشديد. لابد أن تقوم بهذا. أنت نعم فلا لا 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 دارس اللغة. نعم لا أستطيع أن أحكم عليهم حتى صحيح الآن. وأخيرا من حيث الأسواق. حيث الأسواق. أو المطاعم. الأسواق أجدها يعني نابتت بالحياة. وهذا الشيء غير موجود في أمريكا بشكل عام أعتقد أسواق كهذه. وأنا أحب هذا ولا أعرف أخاف من أنني سأبدو كمستشرق ولكن أحب هذا نعوذ بالله من شر الاستشراق. نعم أحب هذا الشيء في الشرق الأوسط بشكل عام هذا صحيح جميل الحياة في الأسواق. شكرا جزيلا يا أوستن. عفوا كان هذا شرفا لنا. وأنا الآن أريد منك لو سامحت أن تتفضل بقراءة سؤال واحد من هذه الأسئلة الموجودة طيب أمامنا. وأنا أريدك لو تفضلت بقراءة هذا السؤال. نعم هذا السؤال أقرب بالإنجليزي؟ نعم كيف؟ السؤال الثالث هذا هذا تصريح ليس سؤالا. نعم صحيح. The rich countries are rich at the expense of the poor countries. موافق أم معارض؟ أعتقد أنني لا أعرف لا أحب هذا التصريح اليقين البسيط. أعتقد في طبعا أعتقد أن يوجد فيه شيء من الحقيقة ولكن أنا أيضا أستطيع القول أن الوضع أكثر تعقيدا من هذا التبسيط. Rich countries are rich at the expense of the poor. أنت موافق أو معارض؟ طيب باختصار أستطيع القول أنني موافق عليه باختصار ولكن في مبرر أعتقد الدليل الأكبر على هذا التصريح تاريخ الاستعمارية من الدول الكبرى وخاصة في القرن الثامن عشر من حيث استغلال الموارد الطبيعية والإنسانية في البلدان المستعمرة. إذن غناء الدول المتقدمة مبنية على استهتارهم وانشغالهم بأخذ موارد الدول الفقيرة. هذا الذي تقول أليس صحيح أن نقول هذا هو قانون السوق؟ دائما نتنافس والقوي منا يأخذ حق الضعيف. ولكن هذا الشيء يمثل شيء من الطمع. هذا أولا هل في الطمع شر؟ نعم هل في الطمع شر؟ أعتقد نعم مفروض يكون للناس طموحات. لا 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 ما قلت الطمع قلت الطمع الطمع نعم أه. ولا طمع صحيح نعم نعم طبعا في طمع في عندما نتكلم عن استغلال موارد الناس فحسب اذا انت لكن يستطيع الشخص أن يقول كما قال الشيوعيون من قبل أن هذا هو قانون الحياة أننا كدول نعم وكأفراد نعم دائما نسعى إلى استغلال البعض البعض. ممكن وهذا هو تاريخ الحياة الإنسانية. نعم
تاريخ الحياة الإنسانية. وهذا صحيح، هذا شيء نعم أنا موافق على هذا التصريح أن هذا الشيء يمثل تاريخ الإنسان، ولكن هذا لا يعني أنه صحيح أبدا. وأنا أقول ذلك، وأنا أستطيع أقول أيضا أنني أؤمن بمفهوم الرأسمالية، ولكن لا أعتقد أنه من اللازم للرأسمالية لا أعتقد أن الرأسمالية يحتاج إلى طمع. أعتقد أن الرأسمالية عندما نمارسها بشكل صريح النظام هي نظام عادل. عادل؟ نعم. أنت أول من قال هذا في التاريخ. نعم؟ أنت أول من قال أن الرأسمالية نظام عادل. حتى مفكري الرأسمالية لم يقولوا أنه نظام عادل. لا ليس صحيح. هو... ليس صحيح. لا أعرف أي مفكر من آدم سميث إلى كبار مهندسي الرأسمالية في القرن الحديث أنه أكثرهم يقولون أنه هو أعدل وأحسن من يقولون هو أعدل أو أحسن من أحسن نظام وجد حاليا. نعم. ضمن النظم السيئة الموجودة. نعم. وأحسن، لكن في نفس الوقت هو من النظم السيئة. نعم. لكن لا أذكر واحد منهم إلا أن تبين لي أنهم قال أن الرأسمالية نظام عادل، لأنه توزيع بحث مبني على كما قلت الطمع نوعا ما والاستغلال. يقول القوي الضعيف. مثلا أستطيع أقول أن على سبيل المثال بالنسبة إلى المفاوضات حول اتفاقية للتجارة حرة شاملة بين الدول الكبرى والدول شو الكلمة؟ نامية. نعم. ودول النامية. كثير ما الدول الكبرى يريد أن الدول الكبرى تريد فتح أسواق الدول النامية بلا تبادل مساوي فيما يختص بأسواقها. صحيح. وأنا كرأسمالي أعتقد أن هذا الشيء غير منصف وغير عادل. أعتقد أن لو مارسنا الرأسمالية بشكل كامل من اللازم أن نفتح كل الأسواق. صحيح. إذا أنت توافق معي فيما قلت. لا لأن هؤلاء الأشخاص الذين يريدون فتح الأسواق للدول النامية بلا تبادل على نفس المستوى أعتقد أنهما يحرفون الرأسمالية. نعم. إذا أحسن نبحث عن اسم جديد للرأسمالية. نسميه الرأسمالية المحرفة. صحيح. أنا موافق في هذا يا أخي. كلام صحيح. شكرا جزيلا على تفضلك بالمجيء في هذا الوقت المبكر والجلوس معنا في طاولة المحاولات الشفهية، ونرجو من الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم. شكرا. هذا عمل جميل. وماذا ستفعل بعد هذه المقابلة؟ يتمن على الوقت سأدرس. نعم. وبعد ذلك سأتغدى. شكرا. عفوا. تشرفنا بكم. تشرفنا بكم.